اوكي يعني انا ممكن امشي اي شيء للايز الا لما يعطوني تشيبس، هذا يكون شكله يا رجل شنو هذا. اعزائي المتابعين، انما كنتم محمودين بن عبد الله از باك. اسعد الله مساكم وصباحكم ساعتين وكم ساعتين بن عبد الله بهذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله رحنا وافترينا في كل المواقع في العالم وبحثنا عن منتجات كنا نحسب انها كذب طلعت حقيقه. منتجات يعني ما تخطر على البال، منتجات ما ادري وش اقول عنها زياده، الزبده. ادري للحين ما حطينا النتيجه الثانيه من الفيديو الماضي اللي هو كان اسود ماده في العالم، ولكن اذا نزل هذا الفيديو بعده بساعه بالضبط راح ينزل فيديو في قناه متيم بي اي، راح يكون فيها النتيجه اول كم دقيقه، تقدرون تتابعونها وتسوي سبسكرايب لان هناك قاعدين ننزل كل يوم. ادري مو مرتين، ولكن الان ضبط وضعنا مع المنتيف راح ننزل كل يوم مرتين. الزبده اذا تبغون زي فيديو زي هذا يعني اذا عجب، ادري انتم ما شفتوه بس راح يعجبكم. اي نو اذا تبغون واحد زيه 70000 لايك المعتاده. خلينا نبدا باول منتج عندنا لهذا اليوم. في الفيديو الماضي قلنا لكم راح نشتري شيء مره خرافي كذا، هودي مره بطل، يعني شيء تسفلي من هات هودي، شيء مره عادي، شيء تشوفه كل يوم في حياتك. فزي ما تشوفوا عندنا هنا ابي اول ستار كازما 26. المهم من بعيدا عن البوش، شوف الجمال، شوف الجمال، واو صراحه يعني ما تصدق ان هذا الشيء موجود في الحقيقه. يعني الفيديو الماضي احنا شرينا السروال، كان السروال مره بطل، شغلهم مره حلو، فاتوقع ايضا الهودي راح يكون شغلهم مرة مرة قوي، مرة متحمس له. يعني زي ما الفيديو الماضي وعدناكم إذا وصلنا عدد لايكات معين الفيديو هذا بنجيب، أيضا إذا وصلنا عدد لايكات معين الفيديو الجاي بنجيب هذا بوب كورن، تشستر بوب كورن، وأيضا بنجيب هالوبينو تشيدر كرانشي تشيلوس كذا طقم هودي وشورت. 25 دولار 99 سنت سعره، الناس اعطوه او 604 اشخاص اعطوه 4.4، تقييم مره عالي. ما ادري هل هذا تقييم الشركه كامله ولا تقييم هذا المنتج لحاله، ولكن ايش فيني قاعد اتكلم بسرعه. خلونا نجيبه ونجربه. بسم الله. اوكي واو، زي ما قلت لكم الشركه هذه قاعده تعطيني بصراحه شيء خرافي. ديم اوكي مره حلو، واو واو نايس. يعني حتى هنا فريش جارانتيد، كاتب لك ما ادري شنو، يعني دل في تاريخ انتهاء شيء ولا لا. واو صراحه افضل ما توقعت بكثير. طبعا طلبت دبل اكس لارج، يعني اكبر من اللي لابسه انا. انا بالعاده اشتري اكس اكس لارج، احس احلى على الهوديز انه يكون مره اكبر من مقاسي، ما ادري ليش بس مره متحمس اني اجربه صراحه. الكواليتي مره عالي، يعني تشوفوا كيف الكواليتي، واو. ومطبوع، يعني مو تقول مثلا مطبوع جهه واحده والثانيه، لا كامل. اوكي ابدل دقيقه، ابدل ثواني بس. ايش الاكس لارج هذا يا طيب؟ هذا اكس لارج صيني ولا شنو؟ ما ادري بس احسه لارج، يعني ضيق شوي، ضيق يعني. بس صراحة تبغون الصراحة بس مو سيء، يعني واحد معضل زيي فاهم شلون يعني. نايس فليمن هات، يعني تعلن ولاءك تام للفليمن هات لما تلبس تشيتوس كرانشي فليمن هات. مرة حلو، مرة نايس، مرة رايق صراحة. بس الأحجام عندهم أحجام صينية فمرة أصغر، فإذا أنت يعني تلبس إكس لارج لازم تطلب إكس 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 لارج. بعطيه صراحة 7/10 لأن الحجم، بدون الحجم بعطيه صراحة 9/10. مرة حلو، مرة رايق. بس خلونا نبدل ونكمل منتجاتنا لهذا اليوم. المنتج الثاني عندنا لهذا اليوم وهو أول منتج صيني، وراح تشوفوا في هذا اليوم بأن الصين منتجاتها خرافية. يعني كنت أتوقع أن اليابان عندها منتجات رهيبة من الشركات المعروفة أو منتجات غريبة من الشركات المعروفة، إلين جيت إلى الصين، الصين منتجاتها من الشركات المعروفة شيء مو طبيعي، شيء بصراحة جدا يغطي على اليابان. فلذلك جينا إلى أوريوز تشاينا. زي ما تشوفوا عندنا هنا، عندنا نكهتين، النكهة الأولى على وايت بيتش ماسكات أو ماسات ما أدري شنو، اكتبوا لنا تحت تعليقات، جريب، النكهة الثانية رازبيري أند بلو بيري. حسيت الأولى مرة أغرب، فزي ما تشوفوا إنه أوريو داخل نكهتين فواكه مختلفتين تماما، صراحة شيء مرة غريب، وعندي إحساس إنه بيكون مره لذيذ ومره حلو. هذا منتجي انا مره متحمس له، خلونا نجيبه ونجربه. اوكي زي ما تشوفوا هنا الاوريو الصيني، نايس صراحه شكله رايق، مختلف عن شكل الاوريو اللي اشوفه بشكل عام. اوكي ف هلو اوريو. اوكي في علبتين، نايس.
شوف مكتوب عليه اوريو بالصيني ولا الانجليزي ما ادري. اوكي يا مكتوب عليه اوريو بالانجليزي، كلمه اوريو العاديه المعروفه المحببه من الجميع، ولكن المختلف فيه هو جرب انك تفتح اوريو هذا راح تلاحظ ان فيه لونين. توقعت الوانه بتكون اغمق من كذا ولكن ستيل انه اوكي. فبسم الله. واو نكهاتها مره قويه، ما توقعتها بتكون بهذه القوه. واو نكهات البيتش ونكهات الجريب باينين مره، بصراحه لذيذ والله حلو. مع اني ما احب الاوريو مره ولكنهم بدعوا فيه، يعني اعطوني شيء مختلف عن الاوريو اللي بالعاده اكله، مختلف تماما. هذا بعطيه بصراحة 8/10. اتوقع لو اخذت الثاني اللي كان على بلوبيري ورازبيري كان بيكون ألذ، بس هذا نكهته بصراحة مرة غريبة. الفواكه هذه مع بعض صراحة معطيه كومبينيشن حلو نايس، مو سيء، يستاهل التجربة. المنتج اللي بعده وهو منتج او نكهة زمان اتمنى شركة كبيرة تسويها، لان عندي احساس ان الشركات الكبيرة سوتها راح يعطونا شيء مرة بطل ومرة حلو. لو زي ما تشوفوا هنا نيو فانتا بينا كولارا، بينا كولارا اللي هو اناناس وكوكونات او جوز الهند واناناس مخلوطين مع بعض يعطوك نكهة مرة حلوة، وهو شراب مكسيكي مشهور جدا هناك. زي ما تشوفوا قيمته 99 سنت ولكن الشحن او ماي جاد $15. خلونا نجيبه، هذا اذا ما خاب ظني امريكي، كان مشروب امريكي، خلونا نجيبه ونجربه. اوه يا رجل اوكي، يا اذا هذا ما يشهي هذا ما هو الشيء اللي انت كانسان ودك تجربه. ما ادري انت وش ودك تجرب، فانتا على بينا كولادا اناناس وكوكونات. واو ابغى اشم ريحتها، مجرد اشمها كذا يعني انتشي من الانتعاش. هو يب او هذا وين؟ هذا صناعه امريكيه اتوقع، هذا اذا ما خاب ظني امريكي. فنقول بسم الله. او يا مره ثانيه. اوكي منعش لذيذ، كوكونات باين، الاناناس باين، ولكن لما تقول لي بينا كولادا بصراحة راح اتوقع النكهة بتكون مرة اقوى. اوكي انا اقول لكم النكهة للحين في حلقي للحين منعشة، ولكن ودي تكون النكهة اقوى. متين بن عبد الله ودي النكهة تكون اقوى، عطى بينا كولادا على بطنها، عطى نكهة مثل النكهة القوية اللي اعطيتني اياها في اللي كان على ليتشي هنا. من 10 بعطيه بصراحة، ما اقدر اعطيه شيء قوي ولكن بعطيه كويس مقفل. أبعطيه بصراحة 7/10، ستيل أوكي حلو ولكن ما هو أفضل شيء. يعني لو كانت النكهة أقوى كنت راح أعطي تقييم مرة أعلى، ولكن ستيل كذا أوكي. خلينا نروح اللي بعده. المنتج اللي بعده هذا منتج صيني مر علينا من قبل وكان غريب، فحبيت الحين اني اخطو خطوه اكبر واجيب منتج نفسه بس اغرب. ادري ما فهمتوا، لكن زي ما تشوفوا هنا عندنا اللايز بيبر رولد يام كريسب، زي ما تشوفوا بدل ما يكون من بوتيتو تشيبس او رقائق البطاطس، هذا مصنوع من اليام. اليام هذه ما ادري هي جذور ما اعرفها بالضبط شنو هي، ولكن زي ما تشوفوا بانها ملفوفه. المره الماضيه كان على طماطم كان بصراحه مره لذيذ، فهذه المره عندي احساس بان هذا اللي على الفلفل الاسود راح يكون مره حلو. خلونا نجيبه ونجربه. اوكي في شيء صار غلط ما انتبهنا له احنا، وهو انه في التقديم احنا حطينا اللي على الفلفل، ولكن يوم طلبنا شيء بنكهه ايطاليان ستو. يا ذكرت الحين انه طبعا هذا الناس اللي ما شافت الفيديو الماضي، يام ينقص من جهتين، اول جهه تقدر تقصه من فوق، بس بعدين لما تخلص نصه تقدر تقصه من هنا. مره متحمس له. داخل للناس اللي تبغى تعرف كيف يجي شكله، هذا يجي شكل الحبه الواحده نايس مره نايس. نقول بسم الله. يا اخي التكستشر حق اليام مره خفيف. واو يعطي كل نكهة القوة اللي تحتاجها عشان تكون نكهة مرة حلوة مرة لذيذ. ودي أشوف شركات كثيرة تستخدم اليام بدل الشيبس، راح تعطي نكهة تدرون بطاطس عمان. بطاطس عمان هذه رسالة لكم، أوكي رسالة لكم، سووا لنا منتج طيب، سووا تجربة، سووا كيس واحد واعطوني اياه، انا قابل، متيم بن عبد الله قابل، متيم بن عبد الله فان مرة كبير لكم. سووا شيبس، اوكي، بطاطس عمان نفسها بالضبط، او سلاطة نفسها، اوكي، حطوا يام، ابغى يام بدل الشيبس، او ماي جاد، او ماي جاد بيطلع مو طبيعي، متأكد 100% بيطلع مو طبيعي. هذا الشيبس من خفته يخلي كل نكهة تطلع بأقوى شكل، مرة نايس، مرة لذيذ،
مرة حلو. أباكم تكتبوا لي تحت في التعليقات شيبس مثل هذا وش ودك نكهة تكون، يعني النكهة اللي في بالك تكون لشيبس مثل هذا. هذا بعطيه 9/10 100%. ولازم نروح للي بعده الآن قبل لا أقضي عليه لأنه مرة لذيذ. المنتج اللي بعده زي ما شفتوا الفيديو الماضي جينا إلى فانتا من ماليزيا وجبنا منه المنتج الخرافي هذا، كان بصراحة مرة حلو مرة لذيذ اللي هو كان فانتا بطعم الليتشي مرة راي. ولكن هذه المرة حبينا نشطح زيادة ونروح إلى الصين، منتج مشابه زي ما تشوفوا عندنا هنا فانتا وايت بيتش قيمة $19. 8 أشخاص أعطوه 2.7 معناها أنه ما هو أفضل شيء. ما أوكي $19 أتفق معاكم بأنه مو أفضل شيء، ولكن يعطوك $50 يخصموا منه $50 إذا تحط تشتري تأخذ الكريدت كارد مالهم. فأنا أقول أنا أشتري بدون كريدت كارد ونجيبه ونجربه ونعطي رأينا فيه، فخلنا نجيبه ونجربه. وحجم وقارنا بهذا مرة أكبر، يشبهها جدا تصدق، يعني لو تركز تلاحظ أنه يشبهها جدا رغم أن دولتين مختلفتين تماما. هذا مال الصين وايت بيتش فانتا، لو تركزوا حتى هنا بالماليزي يكتب لك فانتا بالإنجليزي بس الصيني يكتب لك فانتا بالصيني. أوكي نايس. اوه ريحة الانتحاش، ريحة اخوخ مرة. بسم الله. اوه ماي جاد يا. اوه يا النكهة. واو يا النكهة. اوكي نكهتها مرة قوية اخوخ. اللي على بينا كولادا لو كان بقوة النكهة هذه كان راح يكون ما هو طبيعي. واو نكهتها اخوخ منعش قوية النكهة مرة، في نفس الوقت يعطيك كذا البوبلز ما هي اقوى شيء فيمديك تستمتع بالنكهة نفسها. بصراحة مرة لذيذ مرة حلو. اشوف حالي اشرب، اشوف حالي اشرب منه سلاشي، سلاشي منه بيكون مرة لذيذ. ابعطيه صراحة 9/10 مرة يستاهل التجربة. اي انسان وده يجرب مشروب غريب من فانتا من الشركات الكبيرة انا اقول لكم الوايت بيتش شفاف هذا بيكون افضل خيار انك تجربه. خنروح اللي بعده. المنتج اللي بعده وهذا اغرب منتج من ليز شفته الى الان في الفيديو، بس قدام بتشوفون اشياء مره اغرب. زي ما تشوفوا عندنا هنا ليز لايم فليفر تيرو سلايسز اللي هو ما هو تشيبس او ما هو بطاطس، هو عباره عن التيرو او التارو ما اعرف هذا شنو، ولكن هذا هو زي ما تشوفوا انه ابيض وفيه زي العروق البنفسجيه هذا هو. ولكن يا زي ما تشوفوا شكله مره غريب وبصراحه يعني متحمس وخايف في نفس الوقت من المنتج لان اوكي خلونا نجيبه ونجربه. واذا ما اعطيتنا لايك اعطينا لايك، لان زي ما تشوف الفريق اللي معاه يتعب جدا في انه يحاول يلقى اغرب المنتجات الموجوده اللي تخليك تقول اوكي انا كنت ما اتوقع انها حقيقه ولكن انا حقيقه. خلينا نجيبه ونجربه. يب خايف منه جدا خصوصا الان يوم شفته قدام عيوني. اوكي بنكهه اللايم، كان في واحد ثاني بنكهه البيبر بس اتوقع ما حبيت اني اجربه نهائيا. اوكي يعني انا ممكن امشي اي شيء لليز الا لما يعطوني تشيبس هذا يكون شكله. يا رجل شنو هذا؟ ليش في تشيبس شكله كذا؟ اوكي في الصوره شكله شهي اكثر ولكن هنا شكله مخيف اكثر. شوف الشكل، شوف مره مخيف. اوكي فنقول بسم الله. أو طعم اوكي تكستشر كانه قاعد تاكل بلاستيك حرفيا، يتكسر كانه الوان شمعيه فمك. والله انا ما اكل الوان شمعيه واعرف، والله يتكسر كانه الوان شمعيه في الفم. تراك تكستشر ماله سيء ولكن الطعم ما هو سيء، ولكن التكستشر يعني مر ماني فاهم التكستشر ماله شنو بالضبط الان. This is not bad. من 10 بعطيه، شوفوا ما هو أسوأ شيء ولكن التكستشر ماله مره غريب، فاذا ما كنت متعود على التكستشر مال التيرو وتارو ما ادري شو اسمه ما اتوقع راح يكون الشيء اللي يعجبك مره. بعطيه 5/10 لان ما ودي اعطي اقل واظلمه وما ودي اعطي اكثر لانه بصراحه من وجهه نظري انا ما اشوف يستاهل. نروح اللي بعده. المنتج اللي بعده وبصراحه اقول لكم ممكن واحد من افضل المنتجات اللي مرت علي. دائما احنا لما نروح نطلب 7 اب يكون ظهر ترايح في مكان مطعم او قهوه او شيء تطلب 7 اب وتقول لي حط معاه نعناع، فلذلك جات الصين وجابت ال 7 اب نفسه واعطتنا منه زي ما تشوفوا عندنا هنا 7 اب موهيتو جريب فروت سودا اللي هو 7 اب ولكن بنعناع. اوريدي كذا موهيتو اوريدي مخلوط، يعني 7 اب ونعناع، يعني 7 اب وليمون نعناع، ثلاث اشياء مع بعض. يا حبيبي ليش اللذة هذه موجودة في حياتي وأنا ما أدري؟ ليش؟ ليش يا صين كذا؟ يعني أنتوا أعطيتونا
كورونا واعطيتونا شيء كذا رهيب. يعني ما ادري احنا حبكم ولا لا، انا قولوا لي انتم، قولوا لي حبكم ولا لا. المنتج بصراحه مره يحمس ومره كويس، قيمته تو ماتش شويه، ولكن اوكي انا شريت اغلى من هالكذا، الموقع اللي شر اغلى من هالكذا متاكد 100%. خلينا نجيبه ونجربه، لاني بصراحه مره متحمس له. اكثر شيء متحمس له في الكون كله حاليا هو اني اشرب 7 اب بنكهه الموهيتو. اوكي بنكهه الجريب فروت، موهيتو بنكهه الجريب فروت. طبعا في ناس تقول طيب متيم الموهيتو اساسا مشروب كحولي، هذا ما هو مشروب كحولي، هذا موهيتو سودا. اذا كان مشروب كحولي راح يكتب لك، ولكن هذا موهيتو سودا. تاكد وركز في هذا الشيء. شكل العلبه بصراحه واو، مره حلو. خلينا نقول بسم الله، نعطيه جغمه لذيذه. ريحته نايس. توقعوا شفاف ولا لا؟ اكتبوا لي التعليقات تحت، متيم انه شفاف، متيم انه ليس بشفاف، انه شفاف بس مو زي شو اسمه يعني 7 اب بالعاده احنا نشربه. فنقول بسم الله. اوكي شوفوا نايس لذيذ. اوكي بالنسبه لي نكهه الجريب فروت مره مخربه عليه، لو كان نكهه عاديه ليمون حسب يكون ألذ، ولكن مو سيء، ما هو سيء بس احس انه كنت اتوقع فرق تو ماتش عن 7 اب العادي، ولكن اللي قاعد اذوقه حرفيا كلها هنتات، هنت جريب فروت، هنت موهيتو. 7 اب عادي جدا، يعني من 10 بصراحه بعطيه 7، ما يستاهل اكثر، ولكن ستيل مشروب لذيذ اذا تحب ال 7 اب. ف 7 اب موهيتو از جانس بي سم، يعني نروح للي بعده. اوكي المنتج اللي بعده وهو بصراحه شوي غريب، مره غريب. كلنا نعرف السنيكرز من الشوكليتس اللذيذه مره الحلوه اللي كلنا نحبها ونجربها، ولكن هذه المره يعني الصين شويه لعبوا فيه. زي ما تشوفوا هنا سنيكرز بلاك رايس فيه رز اسود، الرز اسود انا ما ادري شنو بالضبط، ولكن احس بان نفس حبه البركه اللي ناكلها الزبده، سواء كان حبه البركه او ما كان حبه البركه ستيل شيء ما ينحط في السنيكرز نهائيا. وجوده في السنيكرز من الصين راح يعطينا اما انه شيء مره خرافي او شيء مره سيء، وعندي احساس بانه راح يكون الثاني، ولكن خلينا نشوفه ونجربه. هلا بالصين والله. اوكي زي ما تشوفوا سنيكرز بنكهة أو مو بنكهة سنيكرز، ولكن مخلوط فيه ومعه اللي هو البلاك رايس. هذا الشيء يعني أنا ما أدري ليش، ولكن سنجرب. متين بن عبد الله سيجرب الآن لأنه يحب التجارب. أنا ما أدري ليش عندي إحساس إني جربت شيء يشبهه. قول بسم الله. أوه ويفرز من داخل بسكوت سنيكرز. ليش من داخل في بسكوت؟ ليش سنيكرز من داخل في بسكوت؟ ليش؟ شوف مجرد إني أقرأ اسمعوا. اوكي بصراحة طعمه مرة ألذ مما توقعت، توقعته بيكون أسوأ، توقعت بيكون فيه غرابة، ولكن هش من داخل بالزيادة. سنيكرز لازم يكون فيه تكستشر أقوى، لازم تصارع وانت تقرض. هذا بالنسبة لي شال التكستشر كامل، حاط لي بسكوت ويفرز داخل، ليش تحط لي ويفرز داخل السنيكرز؟ يعني شيء خرب نكهة السنيكرز، ولكن بصراحة مرة لذيذ، أكذب لمتى، صراحة مرة لذيذ، مرة حلو. هذا الوايت رايس أحسه صورة بس، حاولت إني أذوق طعمه ما هو موجود، بس بشكل عام لذيذ حلو. خفيف سناك كويس، اشوف حالي بصراحه اني اكله، بعطيه صراحه 7 من 10، مره لذيذ وبصراحه يستاهل التجربه. المنتج اللي بعده الحين شطحنا كذا، مسكنا نفسنا ورمينا نفسنا رميه كذا جامده مره على منتجات ليز اللي مره غريبه من الصين، المنتجات اللي انا شفتها وحرفيا قلت مستحيل حقيقيه، مستحيل حقيقيه، شريتها ودفعت فلوسها وانا اقول اوكي بينصبوا علي بينصبوا علي بينصبوا علي، وشوفها قدام عيوني. زي ما تشوفوا هنا قبل لا تشوفوا الليز، ولكن بنكهة، شوفوا انا بعطيكم 3 نكهات الان، اوكي 3 نكهات من الليز، وابغاك تقول لي شنو النكهة اللي موجودة. اوكي النكهة الاولى ليز بالخيار والطماط، النكهة الثانية بنكهة خبز الثوم، النكهة الثالثة شاي حليب. يا بالضبط ليز كافي اولونج ميلك تي، ليز بنكهة يعني شيبس ليز العادي، ولكن بنكهة شاي حليب. شاي حليب صين، الصين هذا منتج صيني ولا شنو؟ خلينا نشيك هنا. اي والله هو صيني، منتج صيني. ليش الصين؟ دقيقة انا ليش ادور هناك؟ خير انت خير. ليش منتج صيني كذا؟ مرة متحمس له ومرة خايف منه. خلونا نجربه. جينا لأنواع العيد بكل ما فيها، إذا تعرف أنواع العيد أو سمعت عنها في حياتك فأنت تراها أمام عينك الآن. زي ما تشوفوا عندنا ليز بنكهة شاي حليب، ليز شاي حليب. أنا ما أدري ليش ولا مين ولا كيف بس. او ماي جاد، اول ما فتحت شميت ريحه شاي حليب مره قويه. اوكي زي ما تشوفوا هنا حبه الليز العاديه جدا طبيعيه اللي نعرفها ونحبها كلنا. الان
ليز بطعم الشاي حليب. بسم الله. اوكي. انا حرفين قاعد اكل ليز بس النكهة اللي في فمي شاي حليب بيور. شيء مرة غريب، مرة شاطح كتغيير بصراحة، مرة حلو. عجبني جدا، حبيت ذوقهم. يعني هذا شيء انا اشوف حالي اكل الصباح، ابغى اكل شيبس بس ما ابغى شيبس يكون مالح، شيبس المالح في الصباح ما هو مرة. انا اشوف هذا بصراحة، هذا بيعطيني جو مرة كويس، بيعطيني شيء كذا يعني اللي فاهم كيف؟ فيا ليز بالشاي حليب. اعطيه من 10 صراحة 8، يستاهل التجربة. واشوف حالي بصراحة يعني اشوف حالي لو خلص احن له، عرفت اللي وينه؟ فاهم كيف؟ خل نروح اللي بعده. المنتج اللي بعده هو منتج انا منتج غريب يعني صراحة مرة غريب. اوكي، اللي هو زي ما تشوفوا عندنا هنا بيبسي ريفريشات سترونج تيست كولا. هذا اذا ما خاب ظني مشروب طاقة شط صغير من بيبسي. هل هو قهوة؟ ما عندي اي خلفية وما ادري عنه، ولكن اللي اعرفه بانه منتج مرة غريب. شفت منه صور اكثر من مرة، ولكن في هذه الفترة كانت كوكاكولا معلنة بانهم راح يسوون قهوة، فكنت متوقع ان هذا ايضا قهوة، ولكن الان ما ادري بالضبط يعني وش هو، ولكن مره متحمس اجربه. يعني يقولك سترونج تيست كولا، معناها بيكون طعم الكولا فيه مره قوي. خلونا نجيبه ونجربه. صراحه شكل العلبه مره ما يشهي. ليش ما يشهي يا متيب؟ طبعا شوفوا، طبعا هنا مكتوب ان ربحنا شيء، فخلونا نفتح ونشوف احنا شنو ربحنا. شوفوا، يلا سووا عاد الباركود هذا، شوفوا انتم تربحون شيء ولا لا. مكتوب عليه هنا ريفرش شات. ريحة بيبسي عادي، المفروض ان نكهتها تكون اقوى من البيبسي العادي. اوكي، بسم الله. اوكي، مجرد شربته الغازات طلعت من خشمي من قوتها. البابلز فيه مرة اقوى، طعم البيبسي فيه اقوى، مو طعم البيبسي العادي ابدا. اول مرة في حياتي اشرب بيبسي، هذه قوة البابلز اللي فيه يا رجل، قاعد يغلي. ما هو كاربونيشن، ما هو غازات، تحس قاعد يغلي. اوكي، يا لما تشرب هذه الكمية كلها مع بعض حرفيا حلقك يحرق من داخل من قوة الكاربونيشن اللي موجودة. فبصغير هذا بصراحة مرة ريفرشنج، مرة حلو، عرفت صغير كذا بس انه يعطيك كذا جو البيبسي الكبير. فمن 10 هذا بعطيه صراحة 8، مرة لذيذ، مرة يستاهل التجربة. وبصراحة يعني كشيء غريب كذا صغير يعني very good very bit. نروح اللي بعده. المنتج اللي بعده وهو واحد من أغرب المنتجات، اللي توي صاحي من النوم هالكذا شفت الجوال طلع لي هذا المنتج في الفيسبوك، شريته وظل فترة طويلة ما وصلني، فتوقعت إنه نصبوا علي. إلين وصلني عرفت إنه صحيح شركة ما لها أي شغل في الأكل سوت شيء ما له شغل في الشركة هذه. يعني الاسمين هذول مع بعض ما لهم شغل في بعض. الشركة سوت ماي، بس شنو الشركة هذه؟ خلونا نشوف. زي ما تشوفوا هنا The Money Bottle، شركة مونوبولي أو لعبة المونوبولي، احتفالا ب 95 سنة من تأسيس هذه اللعبة، سووا ليميتد اوديشن ماي بالتعاون مع شركة باث واتر. صراحة شيء غريب صراحة، يعني شكل العلبة حلو، شكل العلبة مرة رايق حلوة. يعني احسه بيكون شيء غريب ان ماي من مونوبولي، يعني شيء ما له شغل، نفس لما خشبت كنتاكي تحس انه شيء ما له أمه شغل بعض. ولكن بصراحة I can see that being interesting. خلونا نجيبه ونجربه. كيف تعرف انك شريت منتج يعني limited edition يا رجل يعني شو الفخامة؟ 85، معلش مو 95، 85 سنة من لعبة مونوبولي. شو الفخامة صراحة مرة رايقة كشكل، صراحة مرة حلوة، نايس يا رجل. صراحة شكل العلبة مرة فخم، مرة حلو. العلبة معدن، حرفيا العلبة معدن. Drink bath water. اوكي، طبعا تقدر توقعها. اللي يبغى علبة من توقيع متيم، علبة مونوبولي من توقيع متيم. متيم ليش ما تعطينا ساعات واشياء وكذا فخامة؟ بنعطيك هنا ماي مونوبولي ما عمرك شفت زيه، بس تكون العلبة فاضية اكيد. توقيع متيم بن عبد الله، اكتب تحت التعليقات شو اخبار على 3 مليون. لا مو اخبار على 3 مليون، شارك تابعنا في القناة الثانية قناة متيم بي اي، وروح لشاهد اخر فيديو واكتب تحت في التعليقات احبك يا متيم، يا احلى واحد في الدنيا، يا نور عيني، وانت يعني انسان تسوى الكون والدنيا الزبدة يعني، وتربحها معانا. فبسم الله. اوكي، ريحة ماي عادي جدا. بسم الله. شكل ماي طبيعي جدا، وهو الماي يعني فيه
شويه هنت مع ماي ماي ماما ماي 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 مونوبولي. انا ليش ابغى اقيم ماي مونوبولي؟ ماي مونوبولي بتقيمه على الشكل مو على الطعم. ولا تخلوني اسوي فيديو اجرب فيه انواع الماي، 70 نوع ماي جربها، لا ب 10 دولار ولا ب 400 دولار كلها جربها. واذا تبغون فيديو في كذا 800 مليون لايك. زبدة بصراحة يعني كشكل كعلبة بصراحة مرة حلوة مرة رايقة، حبيتها جدا يعني لما تخلص تقدر تعلقها عندك تخليها، أشوفها بصراحة مرة كويسة. والعلبة نفسها زي ما قلت لكم ودي أوريكم بس أدري بأجيب العيد، بس العلبة ترى معدن يعني، وبسعر 6 دولار صراحة أنا أقول لكم إن فيها علب معدن تجي ب10 دولار أغلى منها. فبصراحة للعلبة هذه للفخامة للجمال للشيء للإكسكلوزيفيتي اللي فيها بصراحة أعطيها 9 من 10. أشوف مرة تسأل 9 من 10 مرة حلوة، ويا من جد ترى بعطيها شخص وبحط داخلها هديه. الهديه ما راح اقول شنو، ولكن تاكدنا الهديه راح تكون مره قيمه ومره تناسب حبي لكم ايها الشخابير. ننتظر الشخص اللي بيفوز فيها ويدخل معانا التحدي يعني. زبده، روح اللي بعده. المنتج اللي بعده، شفتوا الليز اللي قبل الصيني هذا اللي جربناه تو اللي كان يعتبر غريب، يعتبر ولا شيء قدام هذا اللي بنجرب الحين. هذا كان على شاي حليب، هذا على كريم بورلي بابل تي، يعني مو بس كريم بورلي، تشوفوا انتم هنا كريم بورلي بابل تي، يعني البابل تي بطعم الكريم بورلي بليز بطعم شيء ما له شغل. يعني اساسا البابل تي لما تقول بابل تي بطعم كريم بورلي او بورييه بقول لك انه ليش، فتخيل ليز يعني هذا بطعم هذا بطعم هذا، ليش في ليش في ليش. خلونا نشوف نجيب المنتج ونجربه لاني مره مو متحمس له. زي ما تشوفوا هنا ليز بطعم كريم بورلي بوريه ما ادري شنو بابل تي، يعني في اشياء واجد على بعض انا ما عندي اي خلفيه ليش موجوده. اوه يا اول ما فتحت شميت ريحه الكريم بورلي ما ادري شو تسمونه، باين ان عليها شيء مره سويت يعني كذا من الشكل يبين ان عليها شيء كذا يعني مره سويت. متيم بن عبد الله بسم الله. يا طعم بابل تي، طعم كريم بولي، لا اوكي مره سيء. طعم السكر المحترق اللي فوق الكريم بورلي مره باين، اللي قبل اللي على شاي حليب كان مره الذ، هذا بصراحه ما يعني للحين طعم الحرق هذا. وين البيبسينه؟ تعال يا بيبسي ريفريشات. من 10 صراحه بعطيه 3، ما يستاهل كفكره، فكره نايس غريبة حلوة، ولكن الاكسكيوشن ما كان بالقوة اللي كنت انا متوقعها صراحة. فخروح اللي بعده. المنتج اللي بعده وهو بالنسبة لي اغرب منتج من ماركة بيبسي مر علي في حياتي كلها بعد بيبسي كلير. هذه المرة بيبسي بنكهة الملح، مو مصدقيني صح؟ بيبسي جي كولا سولت اند ليتشي، ما ادري شنو ليتشي، متاكد انه ما هو ليتشي، شيء مختلف تماما، ولكن بنكهه الملح، معناها بيبسي مالح، انا ما مر علي في حياتي كلها بيبسي مالح، واليوم قررت اشرب بيبسي مالح، فخلونا نجيب البيبسي المالح ونجربه، لان سعره زي ما تشوفوا لما كان عليه بيرنج او حراج، في شخص شراب 110 دولار، انا ما راح اقول هل هذا الشخص انا او لا، ولكن وصلنا 110 الف لايك، لاني انا استاهل. والمنتج يستاهل. اوكي زي ما تشوفوا هنا عندنا الجمال الخرافي، هذا بيبسي مالح، بيبسي بطعم الملح حرفيا، سولت اند ليتشي. اللي اعرفه بان هذا البيبسي ريحته ما هي ريحه بيبسي عاديه، ريحته ريحه عجايز الجد والله، ريحته ريحه عجايز. اوكي لونه لون بيبسي عادي جدا، في دولة عادية جدا، من دولة عادية جدا، بطعم عادي جدا. إلى الآن أنا أقول لكم الوضع تمام، إلى الآن الوضع تمام، ها ركزوا معاي. أو يا مالح، أو يا مالح، أول ما تشربه كذا ما في طعم ملح، فجأة بوب يعطيك إياها هذه. أو يا طعمه طعم عجايز، هذا بعد طعمه طعم عجايز. أوه الطعم، أوه الطعم. أوكي أوكي لذيذ، هو لذيذ جدا. اوكي الليتشي نفس الليتشي طلع، يمكن نفسه ما ادري، بس انه مره سيء. لا 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 مره سيء، طعمه طعم عجايز، ما شنو طعم عجايز ما ادري، بس انه طعمه ريحته زبده يعني بيت طين، في احد قدي يعني عايش جد جد جدك عرفت اللي هناك كان عايش، فتتروح تشم ريحتهم كذا، هذه ريحتهم، بس الطعم مره سيء يعني. الريحه كويسه يعني ريحه عجايزنا الله يحفظهم ويرحم من توفى منهم، يا ريحتهم يعني كذا ذكريات، بس الطعم مره لا. 0 من 10. خروح اللي بعده. المنتج اللي بعده او ماي جاد، هذا المنتج يوم شفت فيديو عنه عفست الدنيا ادوره ابي اشتري، اللي هو المنتج اللي يعكس الجاذبيه. لما تحط شيء كذا مايل اوكي معناها راح ينزل من فوق لتحت صح، هذا المنتج العكس، هذا المنتج
كذا مايل راح يمشي من تحت لفوق، ما ادري ليش ما ادري شلون، ولكن شيء مره حلو. شفت اكثر من صوره اول ما نزل قبل سنوات، كنت اتوقع انه كذبه، ولكن يوم طاحت يدي عليه راح نشوف هل هي الحقيقه الغايبه ام الكذبه المنتشره. خلونا نجيبه ونجربه. هذه الاله اللي قلت لكم عنها وشريناها. اوكي، القطعه الاولى فيها، القطعه الثانيه والاحساسيه فيها. طبعا الاله كذا زي ما تشوفوا طبيعية جدا، صح ولا لا؟ لو حطينا أي شيء عليها، خلينا نقول إن حطينا هذا مثلا موهيتو، أوكي؟ تحط الموهيتو كذا، طيب طبيعي إنه يروح على تحت، ولكن لو حطيت هذه القطعة هذه، المفروض إن شفتوا الاتجاه مال الموهيتو، طيب يروح عكس. المفروض إن الآن لو حطيت القطعة هذه راح يروح على فوق، راح يعكس ويمشي، راح يرتفع على فوق. نقول بسم الله. يا مرة ثانية. يا الحين خلينا نحط شيء نرفعها زيادة. الحين كذا صارت أرفع، فالمفروض الحين مرة ثانية صار يروح أسرع. فالمفروض الآن لو حطيت هذا هنا، إذا ما راح على فوق ما راح يرجع على ورا. ف اوكي ذاتس جود. يا ذاتس جود. يا هذا بصراحه مره نايس، مره حلوه. حبيت الحركه. طبعا هي شيء هندسي، ما هو شيء سحر ولا شيء، شيء هندسي بسيط جدا جدا، ولكن كشيء كذا يعني صراحه انا اشوف انه مره رايق، مره حلو، وبصراحه اشوف حالي انبسط فيها. يعني اشوف حالي انه يعني يكون شيء مره خرافي، مره حلو. فمن 10 صراحه بعطيها 9، مره رايق هالشيء. ويا فيكم تشتروا وتجربوا، سعرها $30، مره نايس. المنتج اللي بعده وهو اخر منتج عندنا لهذا اليوم، هو المزج اللي راح نجرب حظنا فيه. دائما انا وانتم ناس طيبين، ناس كنا نشتري بطاطس فانتازي، بطاطس ما ادري ايش اسمه، اللي يكون داخله ريال 5 ريال، يعني انت تشتري تفتح يطلع لك ريال، ولكن في امريكا حبوا يرفعوها اكثر، وانا ايضا حبيت ارفعها، فقررت انا بالاتحاد مع ما له شغل، انا ايش دخلني في الموضوع؟ الزبده انه يعني صابونه زي ما تشوفوا هنا تغسل ايدك وبعدين يطلع لك فلوس فيها، انت وحظك، انت تدفع $16 ممكن يطلع لك $10، ممكن يطلع لك $100، ممكن يطلع لك دولار، لا ما يطلع لك 100 لانه من دولار ل 50، فانت تغسل ايدك، اول شيء بتسويه بتقص امها كذا وتشوف كم طلع لك، ولكن يعني خلينا نجيبه ونجربه لان شكله منتج مره بطل، وبنشوف هل هذا المنتج يدفع $70,000 اللي دفعناها على هذا الفيديو او لا. يعني انتم يعني شاهدوا وانشروا عشان نطلع قيمه الفيديو، ما احنا يعني خلينا هناك الخمس ايام يعني عشان يعني الفيديو ياخذ حقه ونطلع منه فلوس اكثر. فدلعونا، ندلعكم دلعونا. خلينا نجيب اخر منتج عندنا لهذا اليوم ونشوفه ونجربه ونعاينه. طبعا اللي شفناه في الموقع كان مخلص اوت اوف ستوك، ولكن يوم دورت في موقع ايتسي لقيت انه في ناس واجد تسويه، اعطونا بصراحه اشياء كثيره. طبعا هذه الناس او هذه المتاجر الصغيره انا احب اتعامل معاها، ليش؟ لانهم بصراحه يشتروا الزبون، دون غيرهم صراحه شفت انهم يشتروا الزبون. هذا اتوقع شيء اعطوني عشان الفالنتاين داي، داخل في هديه ايضا داخل هنا، ولكن ما راح نفتحها الان. الان راح نفتح هذه، طبعا ما دفعوا لي ولا دولار ولا شيء، ولكن مجرد انهم ارسلوا لي ثانك يو، ارسلوا لي الاشياء هذه. فهذا هو المتجر، الناس اللي حابه تروح تجرب حظها تشتري صابونه ممكن يطلع داخلها فلوس. شكل الصابونة بصراحة مرة رايق، مرة حلو. توقعاتكم، أنا دفعت عليها الظاهر $11، فإذا يطلع لي منها $10 أطلع ربحان، يعني إذا يطلع لي أقل خسران. ما راح نغسل إيدنا فيها، راح على طول نكسرها نصين ونشوف كم يطلع لنا منها. معليش بس الوضع يعني المادي يعني شوي يعني والله لو تخيل يطلع داخلها $100، قسما بالله. شوفوا اوكي المبلغ اللي يطلع داخلها، طيب المبلغ اللي يطلع داخلها اوكي. وانا قلت لكم ماي مونوبولي، طيب راح احط هديه، طيب المبلغ اللي يطلع داخلها راح ادبله واحطه داخل الغرفه هذه واعطيه للفايز. شلون الحين افتحها هذه كابتن؟ مالنا الا كذا، يعني لو طلع $100 داخلها راح تجي $200، $10 راح تجي شخص هذا $20، دولار راح يجي الشخص هذا دولارين، معليش بس يعني اوكي. هذا طبعا شكل الصابونه زي ما تشوفوا داخلها في المبلغ اللي بنربح الان. خلينا نشوف كم يطلع لنا، يا رب مو دولار، يا رب مو دولار، بس يا رب مو دولار. دعواتكم يا شباب انه ما يكون دولار واحد بس. يلا فك، خلينا نشوف كم طلعنا. في فلوس، تشوفون الفلوس؟
ليش عندي احساس ان دولار واحد بس؟ ليش عندي احساس ان دولار واحد بس؟ يا رب ما هو دولار واحد بس، يا رب 100 دولار، يا رب مليون دولار. طلع لنا يا جماعة الخير دولار واحد. اما العون انا اعرف حظي، انا متين بن عبد الله اعرف حظي. اوكي دولار واحد، هذا الدولار بحط عليه 100 دولار من عندي، بنحطه داخل الغرشه وراح نشحنها للشخص اللي راح يفوز معانا. ساحب زي ما قلت لكم، روحوا اكتبوا القصيده هذه كلها في اخر فيديو، الفيديو اللي نزل والفيديو اللي بينزل مال التيك توك، بينزل بعد ساعه تقريبا من هذا الفيديو. فيا اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك سبسكرايب شير، وانتظرونا الفيديو قريبا جدا جدا. زي ما قلنا لكم الفيديوهات هذه راح تكون طويله لان قاعدين نعرض فيها اضعاف المنتجات اللي قاعدين نعرضها في الفيديوهات السابقه. صح ما شمينا ريحه الصابونه، اوكي ريحتها بروز كذا ورد. فمتهم بن عبد الله، ومثل ما كان مكتوب في اول فيديو، ما ادري ايش كان مكتوب، بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.